dunia dari kelemahan-kelemahan dunia. Wa al-khamisa fa inna idza kana akhiru laylatin ghafara Allahu lahu jami'an. Ada peristiwaan yang kelima. Fa inna idza kana akhiru laylatin, apabila tiba malam terakhir bulan Ramadan, ghafara Allahu lahu jami'an, maka mereka akan diampuni oleh Allah semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah lima hal yang merupakan karunia yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berpuasa, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang suci ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk selalu menjalankan taat dan diberi kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil jami'il mu'miniina wal mu'minaati fastaghfiruhu innahu huwa ar-rahmaanur rahiim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استوى الأسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك سرد نعمتك أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة راقية، مستقلة بذل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر خذه اللهم أحد عز وجل. اللهم اشف عنا من الوباء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة